السلام عليكم البنات، كي راكم؟ غايه لاباس الحمد لله. معكم اسباس ميرا في وصفه جديده. اليوم غادي ندير لكم وصفه تاع الكونفيتور تاع الكروطه، مربى الجزر يجي بنين بزاف. انا هذه عندي الكروطه، نقيتها غسلتها، غادي نبشرها في رقيقه، هذه نبشرها باش تجيني هكا رقيقه، نكملها ونجي نقول لكم شي خصنا في هذه الوصفه ان شاء الله. ها ولا حصرت الليم، حصرت الليم بسم الله، نديره معاه وربي القشره تاعه، ثاني نديرها معاه، نخلط غايه، نغطيها هاي نغطيها، نخليها تبات ليله كامله حتى يطلق داك السكر كاع الماء تاعها والكروطه. والغدوه الصباح لا خصها شويه ماء، نزيد لها شويه ماء نطيبها، ولا ما خصهاش الماء غير في الماء تاعها نطيبها. تكون نخليها هنايا تقعد، والغدوه ان شاء الله نطيبوها في رحمه. هاي الكروطه تاعنا من بعد ما طلقت كاع الماء بيتها ليله كامله في الفريجيدير، طلقت لنا الماء. نعتذر ما صورت لكم غاية المقادير، انا في هذه الكونتيتي تاع الكروطه درت قد هذه الغرفيه تاع سكر. هما يقول لك في كيلو تاع كروطه ديري كيلو تاع سكر، في رطل الكروطه ديري رطل سكر. انا توجور نقص شويه السكر، ما نبغيهاش حلوه بزاف. المهم انا درت قد هذه الغرفيه تاع سكر، قد زوج كيسان ونص تاع سكر، ودرت فيها حبه ليم حصرتها ورابيت القشره تاعها، ودرت شويه كشور تاع البرتقال، اذا عندك البرتقال ثاني عصريه، ودرت عود قرفه، خليتهم باتوا في الفريجيدير، ودروك غادي نطيبهم، غادي نزيد لهم شواله. ها هو تنجمي طيبيهم غير في الماء تاعهم، بصح انا نخاف لا تنحرق لي تولي كراميل. غادي نزيد لها قد كاس تاع ماء ونديرها طيب. ومين ديروها طيب ما تغطوش البلاع تاع المرميطه، ما تغطوش باش داك الماء ما يعاودش يولي لها. هاي لا كونفيتور تاعنا من بعد ما طابت، خليتها طابت حتى ولات الكروطه ترونسبارون، هاي لا جات شابه تشهي ما شاء الله، وريحتها تاني شابه. لا عجبتكم الوصفه ان شاء الله تسيوها وتنجحوا فيها. لا عجبتكم الوصفه ديروا جيم، ديروا ابوني، ديروا كومونتير، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد تاع اسباس ميرا. وسلام.